الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي في الأسبوع الثاني للحديث عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وفي هذا الأسبوع طلابي سنتطرق إلى الحديث عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نشأة الإمارة، المعاهدة الأردنية البريطانية، والنضال الأردني من أجل استقلال الأردن. نقول طلبتي أدى انهيار الحكومة الفيصلية في سوريا عام 1920 واحتلال فرنسا لها إلى فراغ سياسي في الأردن، وهذا الفراغ تشكلت حكومات محلية في كل من الكركي والسلط وعجلون، إلا أنها لم تلبي طموحات أبناء الأردن، مما دفع أبناء الأردن وأحرار العرب الذين لجأوا إلى الأردن إلى الالتفاف حول الشريف الحسين بن علي لقيادة الحركة العربية في الأردن وتحرير سوريا وتخليصها من الاحتلال الفرنسي. فكلف نجله عبد الله بن الحسين بالتوجه إلى الأردن والقيام بهذا الواجب، ومن هنا بدأت نشأة الإمارة الأردن أو إمارة شرق الأردن. فوصل إلى معان عام 1921، واستقبله أبناء الأردن استقبالاً حافلاً، عبروا عن آمالهم وطموحاتهم ببدء عهد جديد من الحرية والاستقلال والتخلص من الظلم والاستبداد. وأعلن الأمير عبد الله هدفه من القدوم إلى الأردن المتمثل بمقاومة الاستعمار الأجنبي تحرير البلاد، بدء زعماء الحركة الوطنية في الأردن الاستعداد لاستقبال الأمير في عمان في وصوله عام 2 آذار من 1921. هناك بدأت سلسلة لقاءات، وكان لقاء الأمير عبد الله بن الحسين بعد سلسلة من الاتصالات مع وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل والمندوب البريطاني في فلسطين هربت سموائيل في القدس عام 29 من 21 آذار. وخاض الأمير عبد الله بن الحسين مفاوضات شاقة في ظل قرارات واتفاقيات مسبقة هدفت إلى تمزيق البلاد العربية. وإضافة إلى هذا كله وإلى خطورة ما جاء في سبك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، عهد أول تشكيل حكومة إلى رشيد طليع. هذا السؤال بكل سنة طلابي يأتي، من هو أول رئيس حكومة أردني؟ هو رشيد طليع بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن في أي عام؟ عام 1921. فنتج عن هذا كله ما سبق عن الحديث عن المعاهدة الأردنية البريطانية. هذه المعاهدة لها بنود، بنود هذه المعاهدة مهمة للامتحان الوزاري، مهمة أن تعرفها أنت كشخص. تقول هذه البنود: اعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن، تولي الأمير عبد الله الإدارة والتشريع، تعيين حدود إمارة شرق الأردن، ووضع قانون أساس للدستور لإمارة شرق الأردن. وكان للشعب الأردني نضال كبير لنيل استقلاله، وكان آنذاك انتخابات لما يسموا بالمؤتمرات الوطنية، وانتخب على أثرها حسين طراونة من أجل أن يكون رئيساً للمؤتمرات الوطنية. حضره 150 مندوباً من الزعماء والشيوخ والمفكرين والأدباء، مثلوا مناطق شرق الأردن كافة، وتم انتخاب لجنة من بينهم من 26 عضو مثلت جميع هذه الشرائح المجتمعية آنذاك. هذا طلابي مجمل الحديث عن استقلال المملكة، نشأة الإمارة، والمعاهدة الأردنية البريطانية. دمتم برعاية الله على أمل اللقاء بكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.